إلى ذلك أعلنت قبائل الجوف إشهار المجلس التأسيسي لأبناء قبائل دهم في مأرب، حيث يهدف إلى توحيد صف القبائل ونبذ الخلافات والتحرك نحو تحرير المحافظة. وشدد الحاضرون من مشائخ وأبناء القبائل على التمسك بوحدة الصف وبذل كل الجهود للعودة إلى محافظتهم واستعادتها من أيادي الميليشيا. كما طالبوا المجلس القيادي بإعطاء الجوف الاهتمام الكافي في سبيل استعادة المحافظة، حيث أن الميليشيا الحوثية قد سلبت كل مقومات الحياة داخل هذه المحافظة وجعلت أبنائها مشردين في الصحاري والوديان. تعلموا أن الميليشيات ماسكين نص الجوف أو ثلثينه. تعلموا أن أبناء الجوف قائمين أو جالسين نازحين بلاد القبائل. احنا الان في بلاد عبيده والاشراف، اول مره في التاريخ ان قبائل دهام تنزح. احنا الان مستعدين لكل تحرير شبر من الجوف او اليمن بذاته، مستعدين لقيام بواجبنا، وان شاء الله انه يكون اول خطواته هي تحرير محافظه الجوف من ميليشيات الحوثي الارهابيه. ثانيه الاشياء ان قبيله دهم اتهمشت وأكسيت في الفترة السابقة من جميع النواحي، فقبيلة دهم هي العصا التي يتكى بها في بين قبائل الجوف،